السيد الرئيس تحدث عن وزراء ومسؤولين متقاعسين، وللأسف رغم وجود المخلصين والأكفاء في هذا الوطن العزيز على غرار السيد وزير العدل والسيد وزير النقل والسيد وزير المالية ومن خلاله الضرائب والجمارك والميزانية، إلا أننا ابتلينا أيضا ببعض المسؤولين المحليين المتقاعسين الذين عطلوا التنمية وأفقدوا شريحة واسعة من المواطنين الثقة في دولتهم، وساهموا بطرق مباشرة أو غير مباشرة في حملات التيئيس. مسؤولون لا يستقبلون المواطنين، مسؤولون لا يسمعون لانشغالات المواطنين، مسؤولون لا يحلون مشاكل المواطنين. هؤلاء وجب وضع حد لتصرفاتهم ومعاقبتهم إن لزم الأمر، لأنهم الحلقة الأضعف في العملية التنموية التي يقودها السيد الرئيس. في الأخير أود أن أهنئ كل الجزائريين